رغم الإقبال جولة اليوم كان تفصل نقطة على ضمان اللقب، الترجي الرياضي التونسي يدخل مباراة ضد نجم المتلوي في رادس وهو رسمياً وحسابياً بطل تونس بعد تعادل النادي الإفريقي في بن قردان. في غياب الجماهير وتحت الأمطار، بداية الشوط الأول كانت متوازنة من جهتين، وين اعتمد زملاء المنياوي على الهجمات السريعة والمعاكسة في كل مرة يحاول فيها الترجي الصعود عن طريق سامح الدربالي على جهة اليمين وتوغلات البدري اللي حاول بالتصوير في زوز مناسبات. جيلاني عبد السلام في وضعية انفراد بعد ربع ساعة لعب تلقى قدامه علي جمل اللي كان موجود ومنع الهدف، وعماد المنيوي من جهته حاول داخل 18 وكورته ترجع من الدفاع. سامح الدربالي يصعد على جهة اليمين وتوزيعته تكمل بمطالبة بضربة جزاء قبل ما يتعكس الهجوم، وجيلاني عبد السلام يختار التصويب من بعيد وكان قريب من مفاجأة جمل. بعدها الترجي يتحرك أكثر والخنيسي مهد الدربالي اللي تصويبته بعيدة شوية على البوتو اليمين لبلال السويسي. الخنيسي مرة أخرى كان قريب من البنتولول بعد ركنية نفذها البدري. الترجي نوع في المحاولات من جهة اليسار لجهة اليمين، في حين نجم المتلوي وصل التحرك عن طريق المنياوي وجيلاني عبد السلام في عملية توفى بتصويبة عند علي جمل. بعدها الترجي يدخل أكثر في الجديات، نص ساعة لعب فرانكوم من الدفاع يلعب كرة طويلة عمل معها اللازم يوسف البليلي يروض ويراوغ عاطف المازني ومن غير تفلسيف يفتتح نتيجة للأحمر والأصفر. الترجي يعمل اللازم في الشوط الأول اللي ينتهي على هدف كان مسبوق بتسلل للنجم المتلوي. الشوط الثاني بدأ الترجي بقوة وحاول يأكد تقدمه في النتيجة، ويوسف البليلي حاول بمخالفة مباشرة لكن السويسي كان موجود. محمد علي بن رمضان اللي شارك كأساسي لأول مرة مع الترجي يعمل مجهود فردي على الجهة اليسار لكن التصويب ما كانش كما يلزم. الدربالي وزع من جهة اليمين وتصويبة البدري تضرب في الدفاع ومطالبة بضربة جزاء من ملعبية الترجي. في المقابل اكتفى النجم المتلوي بعض المحاولات كما رأسية جيلاني عبد السلام اللي كانت عالية، وفي فرصة ثانية بدأت بتوزيعها من زياد البكوش. جيلاني عبد السلام يخلط على الكرة قبل الجمل وما يلقى حد في الاستقبال. عماد المنياوي في آخر فرصة الفريق وكاد يغلط على الجمل من بعيد لكن حارس الترجي كان حاضر وخرج كرة للركنية، في حين الترجي أنهى المباراة بسيطرة من جهته وحاول بأكثر من طريقة عن طريق كوليبالي اللي تصويبته كان تقريبا، والخنيسي حاول بدوره تصويبته تضرب في أحمد بن صالح ويسري بوعلي يعلن على ضربة جزاء مع احتجاج من لاعبي المتلوي. ضربة جزاء ما نجحش باش يحاولها الخنيسي للهدف الثاني بعد ما كورته كانت فوق المرمى، وحتى حسين الربيع رغم تواجده في موقع مناسب بعد كورة بدت من الدربالي وتعدت على البليلي ما نجحش باش يزيد الثاني بعد تألق بلال السويسي اللي قرر باش المباراة توفى واحد بلاش للترجي وتنتهي على احتفالات المكشخين أمام دارج فارغة بالبطولة 28 للأحمر والأصفر.